نمر شاكر شغال في النجارة ما شاء الله تبارك الله. نمر السلام عليكم. السلام على قوة قوة الله يعطيك العافية. الله يقويك ويعطيك. معليش ناخذ وقتك شوية يعني ممكن؟ عادي ولا يهمك. إذن طيب الله يعطيك العافية. تعال أنا هنا شوية. يا مرحبا ما شاء الله بيض الله وجهك. الله يعطيك العافية شاكر. أنت نجار الآن مسلح صح ولا لا؟ نعم. ما شاء الله كم عمارة اشتغلتها؟ الآن ما يقارب 25 أو 20 تقريبا. ما شاء الله تبارك الله. كم لك في المهنة هذه؟ سنتين تقريبا. سنتين في الشغل هذا ما شاء الله تبارك الله. بديت طبعا بالعمارة حقتي الدور الثاني تابعت النجارين والحدادين والبنا ونسختها في راسي وبديت أنفذها. ما شاء الله تبارك الله. طيب شغلك هذا يعني في إقبال من أصحاب العماير يأخذونك على طول؟ الله الله الثقة من يوم يشوفون السعودي خلاص وثقوا في شغلهم. مؤسسة دلوعة الغيم المقاولات العامة. مؤسسة دلوعة الغيم المقاولات العامة. يا أخي من حبك أنت في ميسان ما شاء الله عليك. طيب نبغى الآن نشوف شغلك يعني كيف العمود توزنه كيف يكون عندك. فيه عدة طرق لوزن العمود. يا مصطفى. أيوة. بالله لو سمحت جيب لي الميزان معك. حنشوف حنشوف على الطبيعة. طيب. نوريكم على الطبيعة في مرحلتين هي الميزان. ممتاز. عشان لا يكون ملوح أو مايل. ممتاز. والمهندس يعطينا من ملي إلى ملي وعشرة من الملي. طبعاً شغلك يتابع المهندس. الله. لازم يستلم من المهندس. يستلم المهندس منك. المهندس دقيق وبعدين عندنا الكود السعودي ما في أي مجال. يا سلام عليك. أخوي شاكر هل تشجع الشباب السعوديين إن ينخرطون في هذه المهن كسباك نجار؟ أتمنى والله. تشعر بسعادة أنت في هذه المهنة؟ رائع أصلاً حتى يشغل وقتها فراغ. يا سلام. أنا عندي فترة العصرية بس الفترة المساء. هل ترى أن تجيك دخل يعني تدري دخل؟ ممتاز جداً وعالي. عالي؟ الله. أنا ماني عارف كم يومية النجار تقريباً يعني. يومية 200 إلى 220 يومية النجار. جميل جدا يعني لو كان يعني بهذا الطريقة يعني. عندي في المؤسسة لا بالراتب ماشي. بالراتب عارف لكن أنا قصدي يومية النجار. السعودي بيشتغل وتخيل يدخل يوميا 200 ريال فما بالك بالشهر. بالشهر صحيح صحيح. طيب هذا عندي الآن العمود صح؟ نعم. كيف تطبقه؟ أول شيء جانا يستلم منا المهندس. أولا يستلم منك المهندس. نعم. طيب. يستلم منا الحديد. طيب. بعدين يستلم منا الجوانب. نعم. ثلاثة أجناب. والجانب الخلفي بعدين نجي نقفل حنا ويجي يستلم اخر استلام حق وزن العواميد. الان تبغى تقفل الان هذا حنا نبغى نقفل. طيب قفله قدامنا عشان نشوف ما شاء الله عليك. ايوه ساعد يا مصطفى. كاظم 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 مصطفى هذا كاظم. يا سلام. لحظة بس. سيب. يا سلام. دقيقة شاكر دقيقة الآن خلاص أنت كذا حتسمره ويستلم منك المهندس. لا باقي نحط الطفش هنا ونحط القمر. أيوة. وبعدين نجيب الكرسي هذا. الميزان الكرسي. نركب أيوة الكرسي هذا. أيوة. ونوزن. أيوة. يروح يمين أو يسار. زي كذا. إحنا بنقفله كامل. بعدين نحط القمر. وبعدين نجيب الميزان. ونوزن لين يجي الميزان 100%. يا سلام. يجينا مهندس لا يوم السبت. شكرا جماعة يجينا يوم السبت يستلم. ابدع ابدع الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية ما شاء الله عليك. شكرا لك. هذا وزنية العمود؟ لا هذا من وزن لسه شوفوا. من وزن؟ لسه من وزن. لسه. ايوه توزنه بالخيط هذا ها بالخيط. يجي هنا. يجي هنا شوية. ايوه. عشان لازم يجي الخيط هنا. مزبوط. على هذا. ايوه. وهذا أفضل وأريح للنجار. النجار. لا يطلع ولا ينزل بس هذا. ايوه لازم له حاجه ثقيله عشان ما يتحرك ما يلعب بالهواء. يا سلام عليك. لانه اي حركه فيه تخلف العمود. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك.
الحقيقة يا جماعة الخير يعني أتمنى أمنية وشاكر يسمعني أنه الشباب اللي ما عنده عمل ولا وجدوا العمل حتى اللي يعني يحب المهنة هذه يشتغل نجار يشتغل حداد يشتغل سباك يشتغل بنا يشتغل الشغلات كلها وأنا يعني عندي استعداد استقبله وأعلمه. الأخ شاكر عنده استعداد في المؤسسة يستقبل الشباب اللي ما عنده عمل ولا عنده شيء مبادرة من شاكر يبغى نجارة يعلمه يبغى بنا يعلمه ها شاكر حداد مجانا بدون مقابل بدون مقابل. هذا دعم من شاكر في المؤسسة وإحنا ندعم السعوديين أولهم شاكر ندعمه سلم. عندك عمارة تعال خذه سلم. وعلى المهندس المهندس السعودي فوالله يا شباب يعني الشغل طرفه طيب جدا وداود عليه السلام كان حداد وزكريا كان نجار أنبياء فاشتغلوا العيب اللي ما عنده شغل تحياتي لك يا شاكر شكرا لك يا أبو هيثم ألف شكر لك